مساء الخير من ام تي في، برحب فيكم بحلقه الليله من سكور يلي رح نحكي فيها عن رياضه التزلج، وايضا رح نحكي عن تسلق الجبال. بدايه ترحيب بضيوفي رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج شربل سلمه. مساء الخير. مساء النور. نحن هيك بنطمن على موسم سكي وعن البعثه برئاسه استاذ ريمون سكر. مساء الخير رئيس البعثه اللبنانيه المشاركه بالالعاب الاولمبيه الشتويه يلي انتهت بسلام بكوريا. ما كان في خطر كوري شمالي عليكم؟ بالعكس، كان في حب وغرام بين بعض، كان عندهم حضور ملفت وكانوا موجودين. عطرنا همكم يعني. لا بالنسبه لنا رياضه التزلج بتجمع ما بتفرق. ان شاء الله ان شاء الله دائما تكون عم تجمع. ان شاء الله تكون دائما عم تجمع. النتيجه كانت جيده للفريق اللبناني بالنسبه لنا اللي كنا متصورين، وكان اكثر من منيح وكثر خير الله. جينا بخير وما في عندنا اصابات كبيره وكل شيء تمام. يلا هلا بدنا نحكي بالتفاصيل. فسياق هذه الحلقه جويس عزام. مساء الخير. نحن وياك تبعنا من سنه ونص تقريبا مغامراتك. اليوم وصلنا على اي قمه من القمم السبعه؟ نحن بنعرفها عند الرجال، ولكن عند السيدات نزاتهم؟ هن زيتهم اكيد زيت الانجاز العالمي، بس كاول امراه لبنانيه صرت متسلقه خمس قمم من الاعلى، واليوم رايحه على السادس. على السادسه. هلا بدنا نحكي بالتفاصيل اكثر. بريزيدان، فاذا واخيرا من اسبوع تقريبا بلشتوا ببطوله لبنان، بمراحل بطوله لبنان من الصيصان للصغار، وامبارح انطلقتوا مع مرحله بطوله لبنان للرجال. خبرنا، التأس بلبنان اثر عليكم؟ هلا اثر اكيد بدايه على الكالندر تبعكم. على الكالندر نعم، بس نحن عم نعمل تقريبا كل يوم سبق. يعني الاسبوع الماضي عملنا سبقين، سبق للصغار نظمناه بالمزار سكي ريزورت، وسبق تاني للانفاندو اللي هن اعمارهم من 12 ل 15 سنه كمان بمحطه الارز. يعني كنا قسمنا بعضنا الاتحاد على مجموعتين تقدرنا ننظم هالسباق. وكمان امبارح بلشنا ببطوله الكبار، وكمان عندنا بعد اليوم وبكره بذات الوقت هيدي مرحله من بطوله لبنان للكبار. هيدول هالمرحله بس يلي بيربح بده يشارك سنة الجاي ببطوله العالم. هذا بدي اقول لك، هل هي مؤهله لبطوله العالم؟ نحن هيدي نحن على هذا السيستم ماشيين على كريتيريا بنمشي عليها من اول الموسم، مشان يقدروا الابطال يعرفوا كيف بدهم يشاركوا ويتابعوا امورهم بالسباق عنا. وريمو، فاذا استكمالا للموضوع اللي عم نحكيه مع البريزيدان يلي شاركوا الموسم، اني كانوا ابطال لبنان السنه الماضيه، وبالتالي المحاكمه يلي كانت عم تصير لكم من قبل الكاس او محكمه الرياضه الدوليه ما كان قادره تعمل غير نتيجه يلي كنتوا انتم مصممين عليها ببيروت، لانه انطلقنا نحن من بدايه الموسم السابق بكريتيريا معينه كانت واضحه لكل الانديه ولكل اللاعبين، وكانت عم بتصير. بتصور اكثر سنه بيصير سباقات بتاريخ لبنان السنه الماضيه، يلي عملنا تقريبا اكثر من 11 بطوله وعلى اساسها طلع بطل لبنان. حتى هالكريتيريا اللي انحطت هي قدرت اعتمدت من قبل اللجنه الاولمبيه كمان، يعني ما قدر حدا يتخطاها لانه كانت واضحه وشفافه بنفس الوقت. السنة التأهل ولا بطولة العالم؟ نحن بنتصور انه هالاتحاد اللي صار له هلا للمرحلة الثانية، مرق أربع سنين وهلا بلشنا بالأربع سنين الثانية، بتصور أكثر الاتحادات يلي عم ياخذوا كل اللاعبين حقوقهم بدون ما ينظلم أي لاعب، وخصوصا كمان مساقبة هلا في لجنة أولمبية برئاسة. هلا إذا انظلم بداعي الإصابة شخص هذا غير يعني موضوع. نحن في لاعبين أكيد قوية بلبنان ومنهم تعرضوا لإصابات أو بس آخر شيء بدك أنت تمشي بالنتيجة يلي يعني بدنا نحكي بموضوع معين، إنه خلصنا ألعاب أولمبية هلا بلشنا نحضر لبطولة العالم. هلا بلشنا نحضر لبطولة العالم. صارت ورانا الألعاب الأولمبية بدها تصير بالسويد بال 2019 كمان في كريتيريا معينة حطتها الاتحاد على أساسها بده يسافر، بس زيادة عن الألعاب الأولمبية ببطولة العالم بيسافر أربع شباب وأربع بنات، بتكون فرصة المشاركة أكبر وأوسع. مشان هيك ندعي إن شاء الله كل الجميع يكونوا عم بيشاركوا بالبطولة، كل يشاركوا. وبعد في المرحلة هلأ بالأرض بزار كفرزبيان، وفي مرحلة تانية رح بتكون بالأرز. ندعي كل اللاعبين اللي ما شاركوا يشاركوا يكملوا بالمشاركة، واللي شاركوا متمنين التوفيق حتى نوصل على نهاية تكون جيدة وناخد بأساسها نتيجة
اللي بدنا نبعث فيها البعثة على بطولة العالم بالسويد. هلا ما بدنا نرجع لك للألعاب الأولمبية ونشوف الصور كلها سوا، ولكن جويس خبرينا هلا وين رح بتكوني؟ اليوم الأم السادسة رح روح على قارة أنتاركتيكا. بأي فترة من السنة؟ بنوفمبر ديسمبر، يعني بتشيل، يعني بتكون أول الصيف تحت. أول الصيف 100%. وبتكون الأم رقم 6 واسم الجبل فينسن. اليوم سانت فينسنت، ماونت فينسن. فهيدا الجبل بكون عم اذا بدك عم قدم فشخه لقدام لحقق هالانجاز العالمي، وكون اول امراه لبنانيه بتسلق اعلى 7 امم بالعالم، ويعني اعلى امه بكل قاره. فاليوم خلصت 5 قارات، وهلا عم نشوف الصور. من ايه بعيد الشر عن قلبك، يعني من فتره سمعنا انه صار شيء بايفرست اي ثينك، او يمكن بأفرست صار فيه، بس كانوا جروب شخصين. كانوا شخصين ضيعتوا. هلا هن عندهم خبره كبيره، بس اكيد كان في مشكله باللوجيستيك. فانتوا بتكونوا لحالكم او بتكونوا كجروب؟ هذا السؤال. لا لا اكيد بنكون كمجموعه، كمجموعه، وفي جديد عم بيواكبنا اكيد. طب هذه المغامره السادسه، كيف نحط لها المعدل تبعها مقارنه مع المغامرات الباقيه؟ الليفل تبعها اعلى شيء، وسط، الأخف، كيف؟ اليوم فينسون هو من الجبال الوسط بالنسبة للأشياء، يعني بالنسبة للخبرة اللي أنا، يعني الجبال اللي أنا تسلقتها من أصعبهم كان دينالي اللي تسلقته بحزيران 2017. يعني الكل بيقولوا إذا تسلقت دينالي أنت مخول تروح على أفرست، لأنه في كتير أشخاص بيتسلقوا أفرست بس ما بيقدروا يتسلقوا جبل دينالي اللي هو الأعلى بقارة أمريكا الشمالية بألاسكا. الحرارة يعني مخيفة والارتفاع قديه؟ والارتفاع 6190 متر، بس هون الارتفاع مثلا أكون كجول أنا عملته بكانون الثاني 2017 هو أعلى تقريبا 7000 متر، 6962 بس متر. الأحوال المناخية مختلفة شوي 100%. والتقنيات يعني اليوم دينالي جبل جليدي وكان تقني جدا صعب أكثر. بريزيدان كنت عم بتقلي إنه ببطولة لبنان عند أصيصان وصغار الأعداد عم بتكون أكبر بكثير من عند الرجال. مزبوط. والكبار، وإذا ما بعرف إذا الشباب والفتيان بخفوا وبعدين بنوصل على الكبار. بعدنا بزيت المشكلة برياضة التذلج يلي هي انعكاس لكل الرياضة اللبنانية. مزبوط. يعني نحن امبارح كان في عنا 160 يعني السبت الماضي كان عنا 160 مشارك باستيصان. هيدي كله يعني علامة أنه الاتحاد اللبناني عم بيأسس، عم بيساعد، عم بيحمس الولاد الصغار يفوتوا على على هاللعبة، على هالبطولة. بالمستقبل لازم نفوت على المدارس بعد أكتر، نطلب من المدارس يطلعوا يجربوا هالرياضة، لأنه ما فينا نعرف مين من وين فينا نجيب أبطال. اليوم اللي موجودين عنا عظيمين، نحن بدنا نهتم فيهم، بدنا نساعدهم، بدنا قد ما فينا نخليهم يشاركوا بتريننج كامب، ببطولات، بكل هالاشياء. وما عم بتقصروا يعني، بعتقد بهالوقت بالذات في عندكم يمكن اكثر من بعثه برات لبنان. في عندنا بعثتين هلا هني برات لبنان، وحده للسنوبورد ووحده للسكي دو فون، عم بيشاركوا ببطولات برا. فيك ما بيقعدوا بلبنان؟ لا عايزينه بالانتخابات، عايزينه بالانتخابات ابتداء من الجمعه الجاي. خلص رح نصرف فرد مره للانتخابات. نعم للانتخابات. ريمون احنا وياك هلا بدنا نشوف صور عن المشاركه اللبنانيه والاتحاد اللبناني اللي رفع عاليا العلم اللبناني مثل ما عم ترفعه جويس بجبال. رح نشوف صور عديده بحب ارجع كرمتوا علينا فيهم. نحكيت قبل بالصحافه، نحن لاول مره لبنان بيشارك بتو ديسبلين. شاركنا السنة لأول مرة بالكروس كونتري أي سباق العمق، كان عندنا لاعب مميز وجد كتير اسمه سامر طاو، عمره 19 سنة، كان ضيفنا قبل ما يروح، بس هلأ ما قدر يكون معكم لأنه موجود مع هاللاعب. عمل مجهود كبير أستاذ نجيب حتى وصل مطرح اللي وصل. ولاد بشري مع بعض، أولاد بشري وبنت بنت بشري كمان حدي هون نصها بشري. بقى عم بتشوف هون احد اعضاء اللجنه الاولمبيه الدوليه، هون عم بتشوف رئيس اللجنه الاولمبيه النمساويه نحن وياه، هون رفع كان العلم اللبناني مرفوع على المدارج، وهون كان هيدا كان السبق اللي عم بيصير لسامر طو. كان عم يحضروا اكثر من 15000 نسمه هذا السبق،
اللي فاجأني استاذ نجيب انه رياضة السباق العمق اي الكروس كونتري عندها عدد كبير من المشجعين بالعالم. يعني بتشوف المدارج بالألبين عندها نسبة معينة من الناس، اما بالكروس كونتري عندك عدد كبير من المشاهدين اللي بيجوا بيتابعوها وبيشجعوا دولهم وبيشجعوا لاعبين. طيب شو كان فيدباك وجود الفريق اللبناني؟ اكيد يمكن نص الدول ما نعرف فيه، بيتفاجئوا 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 بينبسطوا انه دوله عربيه مشاركه بالالعاب الاولمبيه، وبيعتبروا انه نحن هذا قبل طائف كنا قلنا دوله ذو وجه عربي بس هلا صارت عربيه. بيعتبروا بتحب تحركي لا لا ما بقول شيء ما بقول شيء انا اخر شيء اخر شيء نجيب نحن دوله عربيه هلا حاليا لا لا ما بقول شيء ما بقول شيء بس يعني ما بحكي كيف تعلمنا بالمدارس. نعم بدنا نحكي سياسه لا يعني او سبورت سبورت البعثه كانت بعثه مميزه وكانت بعددها السنه اكبر من غيرها. بدي من عندك اتوجه بالشكر لرئيس اللجنه الاولمبيه الاستاذ جون همام يلي واكب البعثه من اول يوم لاخر يوم لوصولها على مطار بيروت، كان عم بيتابعها يومك بيومك وكان معكم وكان معنا بالفتره الاولى، حضر معنا المحاكمه الشهيره يلي لاول مره بتصور بتصير بتوصل ما بعرف اذا بالتزلج اول مره نحن بنوصل على الكاس على اكبر محكمه او اعلى محكمه دوليه. وبالنهاية حقيقة كان موجود البريزيدون همام كان رح يكون ضيفنا الأسبوع المقبل. بأخلاقه بتهذيبه برصانته قدر وصل الرسالة الفكرة أو الكريتيريا المعينة اللي نحن كنا واضعينها بكل ثقة، وكان كان عم يسمع وكان عم بيجاوب وكنا نحن حده وكان كتير موفق. وما بتصور أنا لا بعهد الاتحاد التزلج برئاسة الرئيس شاربل سلامي والأمين العام فريدي كيروز ولا بعهد رئيس اللجنة الأولمبية جون همام بتصور أنه في أي لاعب رح ينظلم، لأنه بتصور هيدا أكتر فترة أنه اللاعبين الرياضيين رح ياخدوا حقوقهم مع ناس هالقد بعد تجربة معهم هالقد شفافين وهالقد بهم تطوير الرياضة حقيقة. هلا بالقسم الثاني من سكور بدنا نشوف مع رئيس الاتحاد ومعك استاذ ريمو ايضا العبء يلي حطته عليكم الالعاب الاولمبيه الشتويه، كيف بدكم تحضروا اكثر البعثه المقبله، كيف بدها تنتهي بطوله لبنان، وبدنا نشوف معك اذا في سبونسرز لك في خلال هذه المغامرات الكبيره يلي عم بتقومي فيها جويس. هلا فاذا بنتوقف مع بريك وبنرجع سوا. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور بريزيدون. فاذا بالقسم الاول تكلمنا عن انطلاق بطوله لبنان، حكينا عن البعثه اللبنانيه المشاركه بالالعاب الاولمبيه، وبالطبع هنينا جويس على الانجازات الكبيره اللي عم بتقوم فيها. بالقسم الثاني بدنا نشوف كم مرحله بعد في عنا من بطوله لبنان باي فئات، وبالطبع اليوم الضغط الكبير مثل ما قلنا بالقسم الاول ضغط الالعاب الاولمبيه رح بيعطيكم دفع معنوي اكبر تتكون المشاركه ببطوله العالم على قد المطلوب. ايضا اول شيء بتمنى لجويس التوفيق بالبرنامج يلي مكفيته، لانه بالفعل نحن بنفتخر بكل اشخاص يلي مثلها، خاصه مش بس بترفع العلم اللبناني برا، كمان باخلاقها وباندفاعها انه بعدها مكفايه مع كثير رغم كل الصعوبات وكل خفه السبونسرز. ثاني شيء بالنسبه لنا نحن ببطوله لبنان عندنا بالويك اند مثل ما قلنا سبت احد تنين، هلا نحن بعدنا مسمرين لبكره مع اول مرحله من بطوله لبنان للكبار. سبت احد تنين كمان للانفون 1 انفون 2 اللي هن من 12 ل 16 سنه. تنين فرصه شيء؟ لا نحن مضطرين يعني بنعتذر من الاهالي بنعتذر من المدارس بس مضطرين نعمل برنامج للاسباب المناخيه. نحن تقريبا كل يوم عم نكون موجودين بين الاتحاد وبين المحطات التزلج مشان نقدر نتابع ونعمل قد ما فينا سباقات مشان ما حدا ينظلم، مشان سنة الجاي يلي بده يشارك بالبطولات وبالبعثات يلي بدها تروح لبرات لبنان. عندنا فازن سبت احد تنين، الاسبوع اللي بعده كمان للكبار جمعة سبت بالأرز. احد بالارز، يعني منكون تقريبا انهينا الرزنامة المهمة يلي هي بين سيسان وانفو انفو دو والكبار. بيكون في عندنا جمعة اللي بعدها
السنوبورد كمان مشان بطولة لبنان، وبنرجع من بعدها بنعمل الكروس كونتري يلي هو ما في عندنا مشكلة لأنه رح بيعلي الأرز فوق، رح يكون في احتفال كبير كمان 100%. بالنسبة للكروس كونتري رح نعمل مهرجان هالمرة لأنه هيدي لعبة فوتناها جديدة على لعبة التزلج بلبنان. أنجزنا كتير أشياء من بعد ما جبنا مدرب صربي صار له عنا سنتين عم بيساعد الفريق اللبناني وموجود عطول يساعد صراحة الجيش والفريق اللبناني، هذا كله على عاتق الاتحاد اللبناني للتزلج. نعم شغلة كتير منيحة. الكروس رح بيكون بمنطقة الأرز لا؟ اي نعم، هي كلعبة مش جديدة على لبنان بس هي لعبة لأول مرة أوننتها إذا بدك تاخد الاتحاد بيحط لها خطة لأوننة اللعبة بلبنان، صارت لعبة قانونية معترف عندنا باركور معترف فيه من الاتحاد الدولي. هل عندنا اسامي غير سامرتو هيك عم تشتغل؟ نعم عندنا 50 شخص، عندنا اكثر، عندنا مدرسه الجيش اللبناني، عندها عندها مجموعه كبيره من اللاعبين السنه. المدرسه الجيش اللبناني بالارز بتصور هي عم بتواكب كمان الاتحاد بخط يعني عم بتجرب تفرغ ناس معها من المنطقه بيحبوا السكي بيعملوا سكي. هلا اذا كان حدا بطل كبير من الجيش اللبناني هل ممكن يكون عنده حق يمثل لبنان بالالعاب الاولمبيه او بده يتاخد اذن من من الاداره؟ بذات الوقت بنشكرهم نحن لانه هن عم ننسق نحن وياهم لوجستيا وكل وعم بيساعدونا بكثير اشياء مشان نطور هاللعبه بمنطقه الارز. عملنا هالسنه بيست اومولوجي بمنطقه الارز مشان نقدر نعمل بطولات عالمية هون، وكمان رح نتابع هلا بغير مناطق نقدر نعمل كمان بيستيت أومولوجي بين كل المناطق بين اللقلوق وبين فرية وبين كفر دبيان. رح نهتم بهذا الموضوع كله ونطوره قد ما فينا، ويلي بحب يتدرب بحب يكون مع المدرب أهلا وسهلا فيه، هيدا فري أوف تشارج بس يحكي مع الاتحاد وبيطلع بيتدرب مع المدرب فوق. كمان بدنا نشكر بلدية بشري ورئيسها والأمين العام. الأمين العام لأنه كمان البلدية ببشري، ونطلب من كل البلديات مثل ما عملت بلدية بشري، هي ساعدت الاتحاد بتقديم أرض أول شيء تنعمل باركور، قدمت لنا أرض كبيرة قدرنا عملنا باركور، قدرنا عملنا عليها باركور وساعدتنا حتى نكمل بالإجراءات لأنه بينطلب كتير بينطلب ملفات وخرائط وكذا للأرض. اشتغلت كمان عملت مجهود إلى جانب الاتحاد. استاذ نجيب اللي بدي اقول لك اياه انه الاتحاد اللبناني ماشي ضمن الامكانيات الضئيله وضمن المساعدات الضئيله، ماشي بهمه وحدته بهمه محبتنا لبعضنا، ماشيين باستراتيجيه للمستقبل. انت سالتنا كيف بدنا نحضر حالنا للالعاب الاولمبيه، نحن اللي علينا ضمن امكانياتنا المتواضعه عم نعمل، نحن اللي رح نجرب نوعد المشاهد من خلال الام تي في انه رح نجرب نصنف اكثر من شخص على الكروس كونتري، يصير عندنا شاب وبنت او شابين وبنت، رح نشتغل على موضوع الفري ستايلز سكي فري ستايلز يلي هو شعبيه كبيره بيكون يلي هو عنده عندنا شباب بلبنان اللي كان بعيون السيمان فرايا كفر زبيان، عندنا شباب حقيقه مميزين حرام ما نحطهم على السك القانونية كلعبة فريستايل ويروحوا بالاتجاه المضبوط يعني حتى يصيروا يشاركوا ببطولات دولية ويقدروا يوصلوا على الألعاب الأولمبية الشتوية. بدنا نشتغل على الموضوع. نحن كمان بالسابق حاطين خطة للموضوع السنوبور وماشيين، صارنا عنا أكثر من بعثة أكثر من سفرة أكثر من مشاركة عالمية على مستوى السنوبور، كمان مكملين إن شاء الله منوصل أنه نأهل حدا. لازم بكل الالعاب الاولمبيه نقدر نشارك اكبر عدد ممكن من اللاعبين. المقبله وين رح تصير هلا؟ رح بتصير بالصين. بتمنى في شغل يعني بتمنى في بكير بتمنى على الدوله اللبنانيه انها تستثمر بالرياضه لانه اخر شيء شو بتزرع؟ وقف بليز لانه عم نضيع وقتنا. اوكي عم نضيع وقتنا بهذا الاطار لانه ما فيك تطلب ما فيك تطلب من الرياضي وما فيك تطلب من الاتحادات اكثر ما من قدرتهم هن يعني اليوم نحن او من قدره الاهل او قدره الاهل كمان بيشتروا الاهل بالدرجه الاولى بالدرجه الاولى عم بتكون الأهل. يعني الحقيقه الاهل. هلا من خلالك كمان بدنا نتوجه للمدارس صح، المدارس بدنا اياهم يشجعوا اكثر اللي عم بيشاركوا برا اللي عم بيسابقوا برا
اللي عم بيعملوا بطولة لبنان يلي عم بيغيبوا عن مدارسهم يساعدون يشجعون. بدنا نطلب من خلالك من وزير التربية ومن وزير السياحة ومن أستاذ الدكتور مازن أبيسي كمان يلي هو مسلم الملف الرياضي بالوزارة، ما بيمنع نعم. أنه يكون في عنا جمعة فرصة شتوية مثل ما في ببعض المدارس، مثل ما في ببعض بأكثر الدول العالمية يلي عندها ببعض المدارس الفرنكوفونية بعد كده لازم تكون عطلة رسمية بالمدارس والجامعات. كيف بدنا نشجع أولادنا وكيف بدنا نشجع هذا أكثر راح لازم تتقدموا فيه. هذا قدمناه صرنا سنتين عم نصرخ رئيس الاتحاد والاتحاد وحاملينه ونحن طرحناه باللجنة الأولمبية وإن شاء الله من خلال الام تي في ومن خلالكم إنه يكون هالصوت يوصل من خلال كل الوزراء اللي بهمهم أمر التلج والمناطق اللي فيها تلج أنه لازم نسعى أن يكون في فرصة شتوية 10 أيام أو جمعة بالسنة مش باطة تكون إن شاء الله. شو بدنا نحكي أكثر من هيك؟ نحن ندعي جويس تكون معنا بسبق الكروس كاونتري خاصة أكيد. أنه هي بطلة بسكي وبتابع كل هالأمور أكيد. نحن بنتمنى هذا الشيء وجودها يكون معنا لأنه نحن بالفعل يلي رح نعمله بالسكي دوفون رح نعمل مثل طلة كتير كبيرة ورح نعمل نضوي الضوء على هذا الموضوع. كمان بنطلب من كل يلي بيحبوا يشاركوا بالسبق السنوبورد راح يكون ب 17 الشهر يحكوا مع الاتحاد لازم يكونوا مسجلين بالأندية بس نحن كمان راح نهتم بهذا الموضوع السكي دوفون والسنوبورد زيادة عن السكي ألبان اللي نحن اوريدي ماشيين فيه. هون جويس انت القولنة لك لمين تابعة هون مثلا مثل ما بقول فري ستايل السكي كروس كله صار تحت اشراف الاتحاد اللبناني انت باي اتحاد اليوم تسألوا الجبال معنا اتحاد بس انتوا يمكن لازم تكونوا شوي العاب قوى ما بعرف ولا حتى العاب لا اولمبيه ولا قوى هي تسلق الجبال معنا بعد اتحاد ان شاء الله اكيد ما في اتحاد بس انتم ما لكم لجنه باتحاد معين ما في لا ما بعتقد يعني حتى سألت انت الهدف من وراء كل هذه الامور اللي عم تقومي فيها شو هو انا اليوم بضم صوتي لصوت البريزيدنت اول شيء هنيتني بس انا اللي بهنيكم لانه الشيء اللي عم ينعمل اليوم من خلال السكي اللي عم تعملوه انه نبلش نقول للاولاد يعني والاهل يروحوا على السبار لانه انا بآمن ومن خبرتي الشخصيه انه السبار في كتير يغير حياه الشخص ويعطي ليدرشيب خصوصي للبنات وانا اليوم انا بحب اتسلق جبال وعلى طول بتسلق يعني متسلقه حول العالم 25 جبل إلي بس اليوم شفت بهيدا المشروع انه اليوم انا اكون عم بعمل انجاز للبنان انه لازم انا نفسر للعالم انت غير قصه انك بتتسلق جبال انت مهندسه بعتقد انا مهندسه عندي دكتوراه بالهندسه من جامعه لا سابينسا بروما وبقول لك انه الجبال هن عطيوني هالطموح وهالهيك الصبر والقوه انه كمل حتى بدراساتي وبشغلي فانا كثير بآمن انه اليوم السبار بحد ذاته في كثير يكون عم بيدعم هالشبيبه والصغار انه يروحوا لابعد ويروحوا ويحققوا فاذا الرساله هي دعم الشباب رسالتي انا كوني امراه اليوم خصوصا للبنات وكل النساء اللبنانيات والعربيات انه روحوا يعني روحوا حققوا طموحكم اشتغلوا له عندكم هدف عندكم حلم ما توقفوا انه ما زبط لا حاولوا يعني حطوا خطه واشتغلوا له وانا تسلق الجبال لانه في هالوقت الطويل يعني اليوم مش مثل التزلج بنروح بنعمل كومبيتيشن نهار وبنرجع على بيتنا تسلق الجبال في شهر على الجبل اليوم ايفرست اللي بعد فينسن شهرين على الجبل اعلى العالم فهيدا الشيء بيعلمك الصبر بيعلمك تتحدى حالك مش الطبيعه اكيد وهيدا كله من خلال الانجازات اللي عم بعملها عم برجع فيها على المدارس عم بعمل هالبرزنتيشن عم بلتقي بالطلاب الجامعات هيدا عم بفاجئهم انه اليوم كلبنانيه عم بقدر اوصل وهن اكيد بيعطيهم هالطموح انه يعملوا اكثر من انا اللي عم بعمله ان شاء الله خير ان شاء الله نحن ناطرينك بالمغامره الكبيره ريمون من خلال الاجتماعات اللي قمتوا فيها هل قدرتوا تفيدوا الاتحاد اللبناني ورياضه التزلج بلبنان نحن عندنا الاجتماعات اللي صارت بكوريا اتفاق مع الاتحاد النمساوي يلي هو الاتحاد الاكثر تشجيعا للبنان دائما بيقدموا لنا مخيم تدريبي لحوالي السنه كان عندنا 15 لاعب بيقدموا لنا اياهم من خلال الاتصالات اللي عملوها الشباب برا باجتماعاتهم الدوليه، بالاولمبياد ما كثير بيصير عندك احتكاك مع الرؤساء بيكون اكثر رياضي اكثر ما يكون اداري.
ولكن بالأولمبياد بتاخد خبرة كبيرة على التنظيم، على نوعية اللاعبين اللي بتكون موجودة، الدول كلها بتكون منقية اللاعبين الأهم عندهم، وبتشوف الناس كيف بتفرجيك صورة بلدها الأحلى. يعني بدل ما نكون ملتهيين بكتير أمور بيصيروا هن ملتهيين بالكم بده يجيب ميدالية. وشفنا صراع النرويج الألماني لاحتلال المركز الأول بصدارة الترتيب بكل، يعني لو ما عندنا ناس وشركات هي عم تعمل مجهود كبير تضل مشجعة، ومنهم شركة سبور إكسبرت طبعا الرئيس شربل سنامي بنشكره قد ما فيها عم بت يعني بمجهود فردي وشركات وعائلي مثل ما كنا بدنا نشتغل على اكثر، يعني بدها العمليه نجيب بدها تعاون اكبر، امكانيات اكبر من الدوله واستثمار اكثر بالانسان وبالرياضه حتى نوصل نرفع، مش بس نرفع العلم اللبناني، يعني ما بيكفي بس ترفع العلم اللبناني، لازم لبنان عنده كل القدره الاداريه والرياضيه انه يوصل، بس بده امكانيات، ما بيقدر يوصل بلا امكانيات ماديه. ان شاء الله خير. هلا بريزيدان رح نشوف نحن وياك صور عن المشاركات الاخيره اللي كانت عم تصير ببطوله لبنان الويك اند الماضي، وناخذ فكره اوضح عن الاعمار. عم نشوف كنا اعمار صغيره جدا بالمشاركين في هذه البطوله، فينا نعتبر ان هون دور الاهل هو الاساسي؟ اكيد بالصغار، ما هي الاندفاع ببلش مع الاهالي، ونحن بالعكس نحن حدهم، نحن بندعم انه نشجعهم، نحن بنشجع النوادي، نحن بنشجع نعمل لهم سباق ضمن انه يكونوا حافظين لهم. يعني اذا بتشوف السكيورتي اللي عاملينها مسكرين البيست كلياتها مشان ينزلوا مرتاحين، يعني اليوم منشجعهم اكثر وقت اللي بنقدم لهم كادويات، وقت اللي بنقول لهم انتم ابطال، هيدي السنه الجايه رح تكونوا كبرتوا اكثر، يعني بس يوصلوا على مرحله الانفان انفان دو بصيروا بدهم يتسجلوا برا بكود فيز، بصيروا بدهم يحسنوا الكودات تبعهم، يحسنوا النقط مشان يقدروا يستمروا ويصيروا بالمستقبل يشاركوا هون. بما انه قربنا نخلص من وقتنا، نعم. شو يلي عم يمنعهم هالصغار والصيصان ما يوصلوا لمرحله الكبار؟ يعني عم بتقلي 160 170 شخص بكل سبق بالصغار، المدارس مثل ما عم بقول لعبه التزلج، لعبه التزلج شو بدها وقت، بدها مجهود كبير وبدها وقت كثير. برات لبنان بالمدرسه يلي بشوفون محترفين يلي بشوفون عم ينجحوا بالرياضه بيعملوا نص دوام، بيفصلون نص دوام درس نص دوام بيتابعوا الرياضه، نحن هون ما عندنا هذا الشيء. هذا اول مرحله. ثاني مرحله بس يوصلوا على العمر معين بدهم يروحوا يشوفوا مستقبلهم، مستقبلهم يعني صراحه ما له بالرياضه نص خلص الوقت، لانه بس انه مزبوط معك. بس بدي اقول لك على السريع انه انا زيت الشيء عم بعيشه، هيدا بعدني عم بعيشه المشكله، انه اليوم بيقولوا لي شو عم تعمل سبور، لشو السبور، لشو الجبل، فهيدا الشيء كمان يعني ما عندنا الاحترام او الفاليو للرياضه هذا للاسف. هذا استاذ نجيب برا بس يوصل على الاحتراف بتتامن كل المستقبل، هون ما في شيء. نحن هون ما في روح على الاحتراف، لانه الاحتراف بدك تستثمر فيه من عمر الصيصان تيوصل على للكبار بده، وبعدين الاحتراف الاكبر. عندنا يعني بده يكون عندنا عقليه جديده وعندنا ذهنيه مختلفه كليا تتوصل. مش بيجيل هذا الاتحاد ان شاء الله بعد بصير في تغيير بالدوله، بصير في بادجت معينه للرياضه كلها. انا ان شاء الله يكون في عدد اكبر، ما بنحكي سياسه بس ان شاء الله يكون في عدد اكبر من نواب صغار شوي بالعمر بيفهموا اكثر على الرياضيين. ماشي الحال، كل واحد ما بده قصه عمر، بدهم يتحمسوا اكثر. شكرا. ونحن بس بقول شغله واحده، انه نحن الكوتا تبع لبنان موجوده، يلي بده يشارك ببطولات عالميه خليه يتصنف يكون قبل من اول 500، بزيد الكوتا للبنان، بصير في عندنا مجال نقدر نشارك اكثر ببطولات العالم. شكرا لك بريزيدان شربل سلامه، ريمون سكر يعطيك الف عافيه بالمشاركه الاولمبيه، وجويس عزام ايضا شكرا لك. نرجع نلتقى إذا الله راد الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من سكار. We'll be right back.